الطاقة هي موضوع اجتماع باريس اليوم، بالإضافة إلى بحث قواسم المشتركة والاختلافات، إذ تشق كل من ألمانيا وفرنسا طريقا خاصا بها فيما يتعلق بالطاقة النووية. ألمانيا بدأت بالفعل بالإغلاق التدريجي للمفاعلات، ما يعتبر نجاحاً للحركة المناهضة للطاقة النووية، وحالياً لم تبقى سوى 8 مواقع لمحطات الطاقة النووية، ومن المنتظر أن تغلق هي الأخرى في العقد المقبل. أما القوى النووية فرنسا فهي تسعى الآن أيضاً إلى إحداث نقطة تحول. في الوقت الحالي هناك 19 موقعاً لمحطات الطاقة النووية، لكن الدولة تعتزم خفض حصة الطاقة النووية بشكل كبير. الجارتان الأوروبيتان تريدان تعزيز التعاون عبر مكتب مشترك للطاقات المتجددة تحت إشراف وزارتي البيئة في البلدين. لدينا هناك ممثلون عن القطاع الخاص وعن قطاع الطاقة المتجددة وسياسيون، ما يعني أنه أصبح لدينا للمرة الأولى إطار قيادي يمكننا التحدث فيه عن جميع قضايا سياسة الطاقة ومناقشة مشاريع مشتركة أيضا. الكثير من الناس يخشون الآن أن ترتفع أسعار الكهرباء والسياسيون يعون ذلك. نريد تحولا في مجال الطاقة قادرا على المنافسة، وهذا يتطلب تقدما في المجال البيئي وتغيير الفكر الاجتماعي. فالاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة سيساعد على خفض فواتير الطاقة بالنسبة إلى المنازل. والواضح هو أن كلا البلدين فرنسا وألمانيا يسعى للخروج من الطاقة النووية.